يعني ايه الرضا شرعا في ديننا؟ اطمئنان القلب ان قدر الله كله خير لك، سكون القلب الى مجرى الاقدار، دع القدر يمر في حياتك بسهوله، لا تجعل قلبك يقف في سكه القدر، دعه يمر، هو ده الرضا. سيبه يعني، سيبه، القدر حلو. حب قدر الله، حلوه الكلمه دي، حبي قدر الله. الله لا يريد لعباده الا الخير، وانت كمان طيبه، طب وبتحاولي تحسني على قد ما تقدري بقليل. قدره قدره نعمه وكله خير، بس الناس مش واخده بالها. طب ده تعريف القدر في الشرع، طب ايه تعريف القدر في علم النفس؟ علم النفس الايجابي تعريف القدر ايه؟ قال لك ثلاث حاجات: تلبيه الاحتياجات في الوقت المناسب بالطريقة التي رسمتها وخططت لها. لو التلاتة دول حصلوا يحصل رضا عند الإنسان، ده علميا بالقياس. عندك احتياجات حصلت في الوقت المناسب من وجهة نظرك طبعا، حصلت بالطريقة اللي انت عايزها، أيوة انت يحصل لك حالة رضا. طيب عندي احتياجات ما حصلتش في الوقت المناسب ولا بالطريقة اللي انا عايزها، ما يحصلش رضا. ده علميا الإنسان بيحصل له كده. بص التلاتة تاني: تلبية الاحتياجات. الاحتياجات زي ايه؟ عايز اتجوز، عايز اخلف، عايز اعمل فلوس، احتياجات، عايز احج، عايز اسكن في شقة تنفع لولادي ومراتي وتليق بينا، احتياجات كلها مشروعة وكلها انسانية وكلها ربنا حاسس بيك فيها وكلها ربنا هو اللي حطها جواك اصلا. دي الاحتياجات. طب والتوقيت؟ لا، لازم يحصل في التوقيت بتاعي. طب والطريقة؟ لازم تحصل بطريقتي اللي أنا مخطط لها. إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنت مش راضي عشان أنت الدنيا متلخبطة قدامك. غير طريقة تفكيرك. هنا وقف كلام علم النفس، هنا يدخل كلام الروحانيات. غير نظرتك تستريح وترضى. يعني ايه؟ هو ايه الثابت وايه المتغير؟ الثابت هو ايه؟ احتياجاتك، حقك يا عم. حقك ومشروعه وربنا اللي حاططها فيك، عندك احتياجات بني ادم انسان وكلها حلوه ومشروعه. التوقيت ثابت ولا متغير؟ انت ايش عرفك ان ده التوقيت المناسب؟ لا يعلم التوقيت المناسب الا الله سبحانه وتعالى. طب والطريقه؟ ساعات بنقع في غرام الفكره الاولى. انت عايز ايه؟ انت عايز احتياجك يحصل ولا عايز الطريقه بتاعتك اللي تحصل؟ انت ملخبط بين الهدف او الغايه، احتياجك هو الهدف، وبين الوسيله. فاهمين الفكره البسيطه دي؟ هي حلقه النهارده. عايز ترضى عن قدر الله، احتياجك ربنا حاسس بيك وان شاء الله يحققه لك. انت مالك انت بالتوقيت؟ انت ايش دخلك في اللي مالكش فيه؟ ما تسيب ملكه ينظمه بطريقته. هو مين قال لك ان مفيش طريقه غير الطريقه اللي انت خططت لها؟ ايه حكايه ان انت الفكره الاولى يعني تبقى هي دي؟ مين قال لك ان ربنا ما عنده مش من اسمائه الواسع سبحانه وتعالى ما في طريقه اولى وطريقه ثانيه وطريقه ثالثه؟ ده يوسف طلع من السجن بحلم ملك. انت مالك انت بالطريقه؟ وجع دماغك ليه؟ مدخل نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ في ثابت وفي اتنين متغير. الثابت هو الاحتياج، والاثنين المتغير هو التوقيت والطريقة. على فكرة هي دي الطريقة الوحيدة اللي أنا قلتها لكم دلوقتي اللي تحل مشكلتك مع قدر الله. المشكلة إيه؟ إنك مصر في وقتي أنا، ما قد يكون وقتك دون ضرر ليك. التوقيت ده مش مناسب يا بنتي. انت لو اتجوزتي في التوقيت دون، انت لو خدت الفلوس في التوقيت دون هتخسر الفلوس، مش هو ده التوقيت المناسب. غلط.